Oui. Non. Madame Alia. Aïe, aïe, aïe. Le travail, le travail. تعطلت يا اسامه. تعطلت حيت لقيت الصراحه لقيت المطبعه عامره بزاف، لقيت واحد الكليان تما دويت مع جونتيمو بحال هكا، قلت لي الله يخليك خليني ندوز، خلاني الكليان الثاني عاودت لي نكته ويقول وخليني حتى هو ندوز. دونك ما نسيتي والو؟ نو ما نسيت والو، انا الكارت ميموار عندي فيها سبعه في لالارم، زعما كنعقل على كل شيء، لي زافيش واجدين، لي فلاير واجدين، القاعه اللي غنديروا فيها الندوه واجده، والشيك راه عطيته لهم ضمانه، ونزيدك واحد المساله اخرى، حتى التريتور راه موجود. برافو عليك بزاف. دونك كلشي هو هذاك بيان سيغ. وي القاعة عامرة. وي الناس أكدوا الحضور ديالهم. وي أحسن ندوة في التاريخ. وي اليوم ما نسمعش شنو في الغلط. نو ولكن أستاذة أنت غلطة. أنا كثر في الترافاي شوفي العراق وهذا ترونسبور باقي ما دوزتي لي لا فيغمون لا والو. واش إقامة ستر الله تبعت؟ إقامة ستر الله، إقامة ستر الله، لا لا باقي ما تبعتش. إوا مني غادي تبع يسرع الله كاملين. الله يسترنا الله يسترنا تخو مينيون. يا صابو علي واش دا اليوم؟ واش غنقول لك الليل كامل ما نعس عرفتي كنفكر في هذا النهار. ايوا مزيان حتى هذه الليله هذه ما غتنسيهاش. واش الحب سهل يهجروا ناسو ويصير الغيظ وحيسو، رجايا فغرامك يجمع شملو من بعد يفيق من سباتو. واش الحب سهل يهجروا ناسو ويصير الغيظ وحيسو، رجايا فغرامك يجمع شملو من بعد يفيق من سباتو. غادي تفتخر بيا حياتك كامله علي، وحياتنا غتبدل لحسن. انا من جدير ما نقصرش، وحنا غنشوفوا هذه الليله شكون اللي غيفاجئ الاخر ان شاء الله. واحد الدقيقه حيت فريمون جيت وسطكم وحشمت ما فهمت والو. ماشي مشكل ماشي، حنا بيناتنا حنا اللي مزوجين بيناتنا، هي اللي فهماني ويا انا اللي فهمها. وي عافاك الدراري بغيتهم يمشيو عند ماما وبابا ما بغيت حتى شي حاجه دانونجيني. وي اسامه. وي عيط لي السيلفا خوخي ضروري خصو يحضر. والسيلفا خوخي غيدير لنا شي فخ. ما سوقيش حل المشكل. وي مدام يلا انا غنمشي نقضي واحد الغرض. نعول عليك علي. وي نعول عليك اسامه. وي نعول عليكم بجوج. وي ما قلت لك شيء. امل وايوب راه غنجيباتو معنا. مرحبا بهم. واخا انا طاير ليا من الامل عرفتي حطيت واحد الفيديو ما عجبنيش. وخلاص الحاج الله يهديك انت مولات العقل، واش غادي دير راسك في حفيدتك على ود هاد التخربيق ديال الانترنيت؟ الله يهديك الحاج، مواقع التواصل الاجتماعي راه ماشي تخربيق، هي السلاح ديال هاد الوقيته. ولكن مع من غندوي انت فات عليك الركب ما تفهمش هاد الشيء. ياك دابا انا وليت كنبان لك بحال شي سطل قدامك ياك. انت الحاج ما بغيتيش تطور راسك، بقيتي عايش في الكحل والبيض من شحال هادي. نحتفلوا بعيد زواجنا اليوم، داز 18 عام على زواجنا، داز كل برق. 18 عام دابا هي واقيله ما فرازها والو. يا عرف راسها هي دايره لك القوالب ديال انا غدا الخدمه، يا غتمشي دابا تشري لي الكادو. 100% هادشي يبان لي تاعك. ولكن الكادو ديالي انا النيفو طالع، فين يبان الكادو ديالي؟ شوف. ما كنتي. نقرة نقرة لو نحاس الذهب والديامو هذا. حيدي يديك هذا ديال الوالده، عطاتو لي 18 عام وانا مخبي باش نحتفل به هذه الليله هذه. غنحطو لها في شي حلوه باش يجي داك الشيء رومانتيك.
وي رومانتيك دابا غتبحال قلتها تعاودوا الزواج من الاول غتجي وتعطيها وتحنى على رجليك وهي تقول لك اوه مون ديو ياك. شوف با اسامه ملي كتكون مدوز 18 عام ديال الزواج خاصك تحتفل بعيد زواجك وتتمتع به، خاصك تكون كل عام عريس جديد باش الزواج يدوم. هاد الليله راه غتبقى متورخه في التاريخ. وي من ناحيه التاريخ راه خليتيها متورخه العاود. انت عندك مع داكشي ديال النكت ياك؟ انا عطينا شي نكته هاد الليله نشطوا فيها البطوله. صراحه دابا بقيت ما كاين والو فهمتي الله كتقلب لنا نكت جديده دابا غتجبدها بميكتها. غنجبدها لك من قال خافيه انا نصاوب لك شي بانيلي مزيان. انا زيدني 100 درهم ندير لك مهرجان ديال الضحك انا سي تغول. خصني نحيط للعاليه باش نفكرها بان اليوم راه عيد زواجها واقيلا ما فراساش. عرفتي الا ما كانتش فراسها مصيبه. وانسى التليفون. وي مدام عليا لا ما تخافيش التليفون ديالك عندي. ها كيفاش؟ يلا انا جاي عندك انا جاي عندك يلا باي. لا الحاجه انا رجل عقلي وما عنديش الوقت باش نضيعو في الخوال الخاوي وندير داكشي ديال شغل البراج الدراري. الله يهديك الحاج، ماشي غير الدراري اللي مبليين بالسوشيال ميديا، هي مقيد فيها كلشي. والله الا طيحتي عليا واحد الفكره غنكتب دابا واحد التغريده دابا فعلى تركه. على ولاد التغريده حتى هي ولات كتكتب تغريته. لا وغادي نكتب على صلاه وسلام على رسول الله والحمد لله اللي ما معانا حتى شي حد. والله يهديك الحاج، واش انت باقي عايش في هذا الكون؟ الحاجه مالك كتصولي وتجولي عليك لاباس؟ مالك واش انت اللي اكتشفتي الدره؟ ما هذيك هاد الانترنت اللي كتفوحي عليا به راه انا اللي كنخلصو بفلوسي. ايوا هادشي باش استفدت الحمد لله تعلمت بفلوسك. السوشيال ميديا حق للجميع وبفلوسي. وي وي كنسمعك السي الفخوخي. وي اكزاكت وهاد الافخاخ ديالك ما بغاوش يساليو. الله يعطيك الصحه سينو نايت المريني راه تيتمرن. يلا تبارك الله عليك السلامة جي مدام عليا نايت يلا توت. صافي موجودين نمشيو؟ ما بغيتش فيها الولالة. علاش؟ حيت انا شي بيرسون انديبوندونت واصلا ما راشقاش ليا. ما تقولش لي علاش؟ من بعد راشقة ليا وناشطة. اش انت شفت راسك من النهار ربحتي هاد الجلو مخرمج وانت فاضحنا ياك لاباس؟ انا بعدا راني ربحتو وانت شنو؟ فين هي الميدالية ديالك ولا انت من حسب المهمية المشاركة؟ جلس في الارض لطير بديتي تطير. جلس في الارض لطير حمامة انا. انت ميكي ميكي ماوس ميكي وماوس الله يهديكم ما تبقاوش تضربوا راه ما فيا ما ينفككم. راه هذه اللي خصها غير مع من تشبك شبك شبك شبك. شوف شوف ما كاين دابا شوف كاين واحد المشكل غيوقع اليوم بين علي وعليا سافودير بابا وماما خاصكم تعاونوني باش هاد لاسواغي دوز ما فيها حتى شي مشكل. علاش شنو غيوقع؟ ما غيوقع والو. يوما خاصكم تعرفوا بانه عيد زواج باباك وماماك. باباك فراسو مشى خدا الكادو جابو لماماك وماماك ما فراسها والو ومشات الخدمه. واصلا ماما ديما كتنسى المناسبات سو دي با لا بروميير فوا نو تانكيت با. اه بون. ورا اصلا بابا دائما كيخدم وكيتعصب نو تانكيت با. اه بون. واش كيخدم هاد العجب هذا؟ كانوا صعاليك فكنت احكي لهم عن فرسان الصعاليك كانوا ريشه في مهب الريح. فين غادي ولدي فين غادي؟ لا كتدرب عندي شي حاجه مهمه خاصني. اجي ولدي اجي بغيتك واحد الدقيقه اجي اجي جلس عندي. لا لا اجي جلس جلس قول لي كتفهمت شويه في داكشي ديال تيك توك؟ تيك توك تيك توك ديال الوالده ما كاينش ما احسن منها الصراحه. خلنا من الوالده دابا كنهضر معاك على تيك توك. تيك توك ديال التليفون. تيك توك تيك توك ايوا هو هذاك البدائي هو اللي ما كيعرفش تيك توك دابا الوالد. ايوا راه هو بابا كان راه ما كنعرفش فيه والو. دخلت عليه والله كل شيء. ماما كشنو كدير لي في المعيور؟ قالت لك بانني متخلف وبدائي وما كنفهم والو. انا كنعقل على ايام ضيضك حل. مرات عليك الصراحه. شنو؟ لا والو شتي ما كيقع بيناتكم راه عادي. وشنو دابا وليتي كتجي من جهتي على ما تيبان لي؟ صافي دابا انت غير تهنا انا غادي نقيدك فيه وتولي كتحيح تشد فيها ليل ونهار. واش كتفهم بعدا فيه شي شويه ولا غير الهضره؟ لا بالنسبه هو بالنسبه للتيك توك كمفهوم انساني نفسي هو عنده مجموعه من الظواهر. الله يرضي على ولدي ما تبقاش كتفلسف عليا. انا ذاك التعبريج ديالك راني كنعرفو. واش كتفهم في هذا الشيء ولا غير الجمهور؟ انا راه وراتني شي حوايج في هذا الشيء ماشي كاع ماشي كاع امي. شوف لي عمر لي هاد الاستماره الله يرضي عليك. شنو هي السميه؟ حل حبيب لا لا خصنا شي سميه كتشد
هذا ماشي اسم فني، اسم ديال الشهرة. الشهرة شي واش اختار لي انت؟ اش عندك شي اقتراح؟ عاجي ندير لك الحاجة الباندي زعما الحاجة ياك انا باندي المسخوط، انا باندي غير باش تشد الناس وصافي. هادشي علاش اجي نبدلها نديرو عازف الليل. الحاج عازف الليل هذاك العزف خليته لك انت، ما عندي ما ندير به. شوف لي شي اسم اخر. انا عندي واحد التسميه حقا تجي معك، ولكن حشمت نقولها لك. عرفتك 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 اش باغي تقول؟ باغي تقول السقرام؟ لا لا صافي واجدي مشينا معاك. خليني واش نمشي صافي ديرنا معاك. ماماك مشغوله هاد الليله وحنا نقدروا نباتوا برا كاع. صافي مشيو. مالك مالك مساك تشوفوا في بعضياتك؟ مش كاين كاين والو، حنا واجدين. يلا بغيتي نمشيو نمشي. اشنو انا سي علي مالك اسامه؟ انت بغيت نقول لك هذيك الوجه داك النكته راه وجدات اللي بغيت نقول. حتى من بعد حتى من بعد عاودوا لي باش نشبع ضحك مزيان. يلا زيدوا قدام. يلا 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 زيد زيد. يلا علي سي علي. صافي ما نعولش عليك، انا لقيت السميه. صافي قول. غادي دير ليا مور الشرجم. علاش مور الشرجم؟ مور الشرجم لانني غادي نطل من هذاك الشرجم، غادي نطل على العالم ديال الانترنيت. فهمتي؟ هذه غرفتيني والله الا وليتي عبقري انت. صافي سير زيد 60 65 68 68 ما ماشي بزاف. نقص غادي نقص غنديرو 45 قد لا عاوتاني بزاف. الله زيدي ما نديرو لا 45. يا الله الله يجازيك بخير، ما نخسرش في وجهك. ما نخسرش في وجهك اولدي. زين اسيدي قال لك العنوان ما عندنا ما ندير به التصوير، خاصنا التصويره. ويلاه التصويره العنوان السميه وما اللي باغي نجدد الفيزا باش نمشي للحج. التصويره مهمه باش يبان الكونت بانه حقيقي ماشي مجهول. اي ولكن اولدي انا دوك التصاور اللي عندي دابا كلهم كيبان فيهم راجل كبير، وعلى حسب هذا السن اللي عطيتيني انت. ما عندي واحد الفلتر كيشد بهذا المخ يكون عنده 90 عام نقص على الاقل 30 عام. ايوا دابا انت هو ولدي. يلا سير اجي ناخذ شي تصويره. ايوا خذ لي شي تصويره دابا باش فلتريها. باش فلتريها انا فلتريها لك انت. سير على الله. واخا نعاود وحده اخرى ولكن حقاش الطغوبيشه ما كيشدش فيها الفلتر. يلا ما عنده ما يدير ليها. هانا هانا بنيتي ولات كتنقب بحال القطوط. شكون الوالده؟ لا اش كدير انت؟ شنو غير صابور كياخذ لي شي صوره؟ لاش غير بغيت نجدد الباسبور والفيزا باش غادي نمشي. لاش باغي نسافر، غادي نمشي نتسارى في العالم. نمشي نتسارى في العالم ونطل من شرم في العالم. الفيزا والباسبور الولد هو كل شيء هنايا. الولد خدنا غير نعلم وكتوضر لنا في بلاصه في العالم. كانوا ريشه ولا ما الباب محلوله حصلتي يا الحر، حصلتي. حصلتي يا نصاب في رزقي. اش من رزق؟ في 24 مليون ديال العربون ديال الفيلا اللي بعتوا لي. فين؟ واش متاكد اخويا انا؟ اشوف اش مش بربي ما تجيب لي فلوسي. شوف اذا حتى نجيب لك البوليس. البوليس ما نديرو شي طاب وشي ما طاب. كل شيء واش كتسمعني ولا لا؟ كنسمعك. سيمانه اللي عندك. سيمانه فلوسي يكونوا عندي. ما تحطليش رزقي، انا عارفك فين كاين. صافي عاصر حامض حيوب تريري عيطوا عليا باش يركبوا سباقه ديال لي فيديو. انا ديجا ربحت تريري تريري. وهادي اصلا هي اكبر مسابقه في شمال افريقيا، وما كيعيطوش وليدات صغار بحالك غير الناس الكبار بحالي تبارك الله عليا. هي هذه المسابقه خاصها تكون في روض الاطفال. لا امي لا غنديروا في قسم المؤتمرات. ويا بغيتوا انفيتاسيون مرحبا بكم زعما. يا ما تسوسي افيك بليزير. اجي جي بعدا ما قلت لكمش. هنيوني هنيوني. باركوا ليا باركوا ليا. اشنو درتي عقلات؟ لا انا وليت عضو في الشبكه العنكبوتيه، يعني وليت مواطن انترنيتي. كيفاش درتي شي كونت؟ ايوا دخلوا عندي الله يرضي عليكم. شو سميتي؟ سميتو مور الشرجم. انا مور الشرجم باسيدي. عرفتي شنو خصني تاتيك؟ جو دو فريمون تو تاغي.
غادي تشطا كيني صافي با باسي دي شوف افيك لو طون ان شاء الله غادي تعلم كومون سا سباس او نيفو انترنيت افيك لو طون هكاك ان شاء الله مالك انت مالك اش كدير هنا والو انا كنت واقف جات واحد السيد قال لي عطيني 24 مليون انا ما عارفش منين نجيب لي انا 24 مليون انا كاع حتى السيد رزقه دوزتي لي شي فيرمون وثاني كتبت لي الفيرمون بقيت عليك تي درول حتى بساليتي نسيت هاك يا التليفون رانسيتي وخاصك تعرفي اليوم راه عيد زواجكم اي عيد زواجكم عيد زواجي انا وعالي راجل اليوم سيس كيفاش غنديروا انا عندي ندوس عندي خدمه خصني نبريباري داكشي كامل ما عنديش ندير تلقيه زعما خدي لي شي كادو مزيانه هذه انت اسامه سير خد كادو جوج ثلاثه اللي خديتي المهم خد لي شي كادو مزيان كتب لي عيد ميلاد زواج سعيد طاطا وهذا وديروا في شي ساشي بابي كادو انا ما نخافش عليك اسامه في هادشي فلوس من بعد غنتفاهموا على غندوز لك مع الفيرما صافي كيفاش فيرما شبعتي ولا نزيدك؟ اجي واش تصديتي حيت من النهار عندك هاد القشقل وانت كتهضر معاه بوحدك بحال شي حماق وصافا؟ الكاس ديالي غادي نسميه غالي حيت هو غالي عندي وتيفقص ليا شي ناس وبركة بركة من داك جمع داك المشقف ديالك وهنينا لا ايوا 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 انا ندور فيك حتى انت يا بوطاكاز انت يا عاودتي لا كل قاعد هي ما تقلقي صافي بوسي لجدك على راسه وطلبي منه المسامحه ما خاص من ما والو دخل سوق راسك الحاج الله يديك وشوفي الحاج انت مولات العقل بوسي انت راسك وادخل سوق راسك انت ايوا هذه ما دير خير ما يطرا باس هي علينا في جلدي الى دغال تي دغال انا في الحقيقه ما عجبنيش الطاجين بان لي بحال شويه زايده في شويه ديال الملح الله على بنتي شتي الدراري الصغار ما كيكذبوش انا جاني بملح من البعيد ما قربتني ولا ما عافاك 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 ما تقدرش عليا عافاك بدك دوك باش تاكل لك طاجين بصحه باين مالح شوف غير من رجلي باين مالح الله سمير اش كنقول لك اصاحبي فاش مادام عليا تجلس هنا ديما يقول العصير ديال عندها ها هو اخويا سما هو ها هو راه ما نسيش راه كنت كنقادو هاد العصير هذا باينه ما غصرش اليوم صفر بزاف مخلاه لا راه عصرتو اليوم ولكن حطيته البارح مالي يا صاحبي راه كنضحكني مره مره مدام عليا وي جو تري ديزولي على هاد الروتار بالعصير ديالك هو سي بون انا ساليت الدواء ولكن انا واحد انا واحد حيت انا راه عيد زواج ما نسيتوش وعلي راه عندي مهم على الخدمه ولكن كاينه الخدمه هادشي انا بقيت عارفه شنو ندير شوفي راه ما يمكنش علي الا سمع هادشي راه غادي تصدم عرفتي راه هو من الصباح وتيوجد مسكين وبالعاني كتقول لي هادشي لا كديرها بالعاني لا واخا كديرها بالعاني لا كديرها بالعاني علاش كتفكرني فهادشي انا عارفه عندي الخدمه ما قولوا لي شنو هو المشكل نلقى لكم الحل انا اي واحد كيكون عنده مشكل كيجي عند سمير عرفتي واحد ديك النهار كان عنده واحد المشكل ترى خايب بزاف ولقيتي ليه الحل لا خويا علاش مصدعنا علاش كتهضروا معايا بهذا الاسلوب علاش هذا ما عليا انا وانت جا لي طرشين علاش هادشي التفكير ديال ثلاثه العقوله ماشي هما ديال جوج عقوله فينا ما ثلاثه العقوله فينا ما ثلاثه العقوله بالك تاش ثلاثه العقوله لا واش بان ثلاثه العقوله ما بانش ثلاثه العقوله لا ما بانش عليا لا راه ما تبانش عليا خصني نكذب شوف مدام عليا خاصك تعرفي بان اليوم سوسوا عندك ندوه صحفيه وي ابري عندك واش بالعاني كديري هادشي ماشي بالعاني سي مون طرافاي سي مون طرافاي لا سهلة انتما كنبداو تعقدوا الامور سهلة يلا شنو هي سهلة فاش تبغي تمشي مدام عليا الندوة دي معاها عليك راه علي راه ما خصوش يعرفها راه خدامة يمكن لي نصيفط الفلوس لعائلتي غير من التليفون مع امتكاش يمكن لك تصيفط الفلوس فين ما كنتي وتخلص من تليفونك بكل سهوله وامان سول وزيد سول وعاود سول كي صارت المغرب عليها تعول رحمه ولي استغفر الله العظيم انا كنطلب ليه الحاج رحمه هو كيعطيني حي الرحمه اسي جوجل اكرز معايا راك غادي تطلع لي السكر ايوب نعم اجي ولدي فين غادي غادي نطلع السطح علاش اجي بغيتك اجي جلس الاولى جلس نعم ولدي ايوب الله يرضى عليك بغيتك تعاوني في واحد جوج ديال الحويجات وغادي نتهلا فيك مزيان هي الاولى ابا سيدي شوف اول حاجه بغيتك تعاون معايا باش نصلحوا الحاجه جدك مع اختك امل ياك لان مرهم بجوج ريسهم قاصحين
وخصوصا امل ورا كتموت على شي حاجه سميتها العكس. ماشي شي انا ملي هضرت مع الحاجه دارت فيا وماشي شي انا اللي تيما تيحملوش فيا الشعره شي باش ما كاين. المهم خصنا نتعاونوا باش نصالحوهم. واخا ولكن كيفاش غادي نتعاونوا؟ غادي نتعاونوا اسيدي غادي نقلبوا على شي مشكل نخلقوه بيناتهم ياك وكون كيهمهم بجوج وراه ملي غادي يجلسوا يتناقشوا غادي يبقاو هي تقول وهو الاخرى تقول واحد الساعه غادي يلقاوهم متفقين ومصالحين. اش دار لك؟ وين العقوبيه؟ انا اللي غادي نحصل. الله يهديك الله يهديك. واش هو ديال التضحيه؟ انت زعما راك بطل راه ماشي البطوله هي تربح الكاس البطوله هي التضحيه. واخا نضحي معاك. لقيتها عاوتاني ساهله كتبداو تعقد الامور ساهله هنايا هي تمشي للندوه وفاش تسالي تلاقى بعالي كتسالي. لا راه ما يمكنش حيت راه ملي كتسالي الندوه شوف واش تقدر دير شي حاجه من بعد فهمتيني؟ اش هاي ساهله اش دخل سوق راسي بيناتك وديرها من فرح سهلة لقيتها فين هي؟ أسامة أنت اللي غتكلف أنا؟ إيه أنت اللي غتكلف أسامة أنت بوحدي بوحدك. ها شوف أنا كتبت دابا الديسكور أنت غتعطيه الكوليك ديالي حنان قول لها قالت لك مدام عليا قري هاد الديسكور حاجة وحدة اللي غديرها أنت هو غتمشي غتعتذر لهم علاش أنا ما جيت صافي؟ كيفاش نعتذر لهم؟ غتهضر معاهم قول لي شنو غتقول لهم أنت؟ Mesdames et messieurs, moi je travaille avec madame Alia, je suis très désolé pour le moment le retard. Ça va, ça va, ça va. Là, le français ou là, à l'arabia. انا مزاوقه العربيه تعذر على مدام علياء الحضور لاسباب القاهره عقلتي عليها تعذر على مدام علياء لاسباب القاهره في مصر شديتيها شديتها مزيانه صافي دخلت بس انا شديت هذه الكلمه هذه ديال تعذرها ولكن راه باقي ما شديتش الفلوس وخلاص عندك واحد 1500 درهم ديال هذه الريحه ها هي راه جبتها هي وكتاب لمسيو علي راجلك كادو الكادو 1500 درهم وي 1800 هذيك الريحه راه دوريجين راه ماركه واعره اش من ماركه هذه سميتها كاغا شنو سميت الريحه كاغا فيريفي زوينه تترشات يا خويا انا اللي غنمشي انا اللي غنمشي اخويا خليك واخا خليك انت وشما اخويا مدام عليا مشات بهذه الطريقه هذي وانت راه جبت لي واحد الريحه جبتها الراجل كادو واعره صح شنو سميتها؟ كاغا عرفتها وثاني حاجه بغيتك ولدي تبدل لي هذاك البروفايل ديالي في التيك توك. سمح لي يا با سيدي ولكن انا راه ما عنديش مع هادشي ديال السوشيال ميديا راه مدير البشريه انا هادشي ما قاليش هي ما قاليش عليه صبور وقيل هو حتى هو بحال ما كيفهمش شي بحال اش ولدي نجرح لك. دابا السوشيال ميديا ولات اداه ديال التجسس المجرمين تيستغلوا الناس اللي ما فاهمين والو وتيتجسسوا عليهم هكاك. دابا اللي دخل للانترنت خصو يرد ماله من البنديه سميتهم الهاكر ولي بيغات تياخذوا لك المعلومات ديالك ولا الاسرار ديالك وكيبيعوا من الناس ولا يمكنهم يديروا معاك الشونطاج وإن داروا معاك الشونطاج ما عطيتهمش فلوس تيبيعوك. أولي هادشي كله كاين في الإنترنت وكاين كثار من هادشي هكاك. دابا واقيلا هادشي علاش سماوها الشبكة العنكبوتية نزيدك؟ ها دابا شوف يمكن لهم كاع يصيفطوا لك شي فيروس وغيمشي لك التليفون. فيروس؟ أولي كيفاش فيروس؟ عليا عليا وي تعطلتي راجل جاي تعطلتي بزاف تعطلتي عليا واش شي كاميرا باش تقدي وشنو؟ لا 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 اليوم قلت نصوب شعري نبدل اللوك نطلع كار كنت بغيت نصوبني فيه وطلع هادو زعما بقات هي الوقت بيون ميسون هذاك اسامه انت ما محتاجاش حبيبي انت ما محتاجاش تقدي انت راكي مقدم عند الله. لا لا خطيك حبيبي شوف جويوز انيفيرسير ها الكادو ديالك ان بارفان وكتاب كيف تصبح زوجا مثاليا في ثلاثه ايام. ميرسي حبيبتي ميرسي. انا كتحبني نسيتيني في الكادو ولكن دابا غلبتيني بعدي لا لا واش انا ننسى هذا النهار هذا راه نهار تاريخي ما يمكنش يتنسى. جويوز انيفيرسير مون شيري. اللي نوع عليك طلطله ان شاء الله. واو ولا لا لا تكسر ما بقاش فيك الحال ولا لا بقى فيا الحال قالت لك تقولي لي داك الشيء قدام باكسيدك صافي. ما عاودتي لكم اشنو وعرفتي با سيدي تجمعوا لي لي زابوني بحال النمل
ألف أبوني في نص نهار. أسي نورمال ما غيكونوا غير جاوني حيت سي موا كي لا تاغي. الثقة في النفس زايدة بلاش حيت تأبونو عنده شي بحدي ما كاع ما تيعرفوكش. وعلاش ما تقولوش هادوك لي زابوني راه ديالي أنا؟ سمع شتي أنا في براسكم راه نخاف على راسي وبزاف. وعلاش نخافوا على روسنا؟ السيد راه عاد قال بسم الله باقي ما كيعرف والو ما كيفرق ما بين الليف والزروطه. انا راني حاس باللي با سيدي غيولي هو احسن انفلونسور في العالم. لا غير اجي ولي انفلونسور انفلونسور بجمي والله ما كان عندك شي كونسيب لا طفرتي. وانا كوني عاليه بمي كمل العشاء غادي يجي الكادو ان شاء الله باذن الله. ميرسي وبصحتك. يلا نعاود لك واحد النكته باقي يلا سقطت الاخبار باقي بنكته جون اي بوزون. الله يلا عاود لي عاتي اليوم ما نعاودش لك داز عندي ستريس 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 بلي شطحت الدك انا واحد لقى مصيبته مقتوله اه في الدار الدار وي جاو البوليس جاو شكون الطفله شكون عندك اسامه انا عندك واحد النكته قالها لك هذه واحد المره بغات تختار شنو يدي لي فردي في الحريره نجيب الحلوه حسن الحلوه نجيب لك حلوه ما كرهتش انا ليش بغيت حاجه سوك هذيك اللي كتعجبني وا ميرسي فردي في الحريره ميرسي الله يخطيك ميرسي ميرسي مون شيري اوف 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 وكاتب لي اي لاف يو واو ما نقدرش نصبر لا عزيزه عليك ما نقدرش نصبر شوفي كيفاش دايره شوفي لا ما نصبرش ما نصبرش ما نصبرش قلت لك عشو ماشي توقف صرت شي حاجه صرت 10 مليون ها 10 مليون صرت خاتم عام شحال اخبارك معدتك دابا اغلى معده في العالم شوفوا نتوما بديتوا قبل مني وما ربحتوا حتى شي جائزه انا جيت غير من بعدكم وربحت ايوا غير زهرت لك وكان عندي زهر كون ربحت اذا انت يا منحوسه ايوا علاش ما عمرك ما ربحتي حنا امولاي رابحين حب الناس رابحين الثقه ديال الناس فينا الثقه ديال الناس فيكم آه. شوفوا هادشي نتعود عليه كاع اللي تيخسر تيقول هاد الكلمات باش يكذب على راسو شوف قلت الحياه ما فهمتش انا من الصباح هو كيطرب على امي لا لا واش ما احترمكش حتى انت اش هاد قلت الادب اش نقول لك مالك مالك هكا يا وليتي كثرت الهضره على اختك كبر منك وانا ما حشمتيش مالك سخن عليك راسك ولا شنو سخن عليك راسك يا مالك ها غالي امي لا لا بغيت نسولك الا بعدا بالشوطيه شحال يجيب لينا هذا باش ما باش صادق راجع خاتم خاتم تبارك الله عليك صارت خاتم ديال الدياموند ديال الوالده 10 مليون دابا في كرشك كي درتي ليها واش كاين شي واحد عنده العقل كيدير خاتم وسط الحلوه ياك انا حيت بغيت نفرح بيك وندير بك داكشي ديال الرومونتيك ساعه انت ما واش على حلوه اش ديتي وصلتي قال ما بان لك الخاتم رومونتيك هي تشعل الضو دير التريونغل دير بلا كاتم ما فاهم الحرف خاطر ما تخليش الجو صرات الخاتم من حرف خاطر انا سيرفيس ديميل غندوز لك بيرمي حط لي خاتم الوالده دابا حط لي خاتم خاتم شنو نطفال كاع انا هاكا نضحك معاك دابا مني مش سرت له ديال دابا صارت ديامون خزيت سمينيا انا خايف عيط تحلل تحلل ماني مدوزه بكريزيل عيط بعاد مني اجي اجي تفطر اجي تفطر لا لا تكون دير لي شي حاجه لا مقيس لا لا شوف قال لك مضمه في كرواسه مضمه في كرواسه